السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم في قناة ماما وزياد التعليمية. النهاردة جايبة لكم كتاب ستيب أهيد، المنهج الجديد في اللغة الإنجليزية للصف الأول الإعدادي سنة 2025. وطبعا زي ما وعدتكم، زي ما تعودنا، وزي كل مرة بقول نفس الكلام، لو في حد دلوقتي بيشوفني لأول مرة أو بيسمعني لأول مرة، ادخل على القناة، قناة ماما وزياد التعليمية، هتلاقي كل الكتب الخارجية اللي ممكن تتخيلها موجودة على القناة بجميع أنواعها، سواء كان عربي، رياضة، علوم، دراسات، إنجليزي، ماس، ساينس، تكنولوجيا، المعلومات، المهارات المهنية، كل الكتب اللي ممكن تتخيلوها موجودة على القناة بجميع أنواع الأضواء، بيت باي بيت، ستيب أهيد، الباهر، الماهر، قطر الندى، الأستاذ الشاطر، التميز، الباهر، مش عايز أنسى حاجة، كل الكتب اللي ممكن تتخيلوها موجودة على القناة. ادخل واتفرج على الفيديو عشان نقدر نقرر ايه هو احسن كتاب ممكن نشتري. طبعا سنة أولى إعدادي لسه المنهج جديد، لسه كنا بنتعرف عليه، مش عارفين نشتري كتاب ايه، مش هنقدر نقرر دلوقتي هو ايه هو الكتاب الحلو. ادخلوا على القناة واتفرجوا على الكتب الخارجية موجودة، ومجرد ما انزل اي كتاب اعملوا اشتراك، اعملوا اشتراك في القناة، عشان بمجرد ما انزل اي كتاب يوصل لكم على طول. كل اللي عليك تعمله ان انت تعمل اشتراك في الفيديو ولايك للقناة، ومش بس اشتراك، تعمل تخصيص للجرس، عشان بمجرد ما انزل اي فيديو يوصل لكم على طول، اي ملخص، اي مراجعة، اي امتحان، اي المهام في الاخر، كل حاجة ممكن تتخيلوها هتلاقوها موجودة على القناة. واعملوا شير للفيديو عشان كل يستفيد، ويوصل لكم كل الاشعارات، ويا رب الكتاب يعجبكم. كتاب ستيب اهيد كلنا عارفينه طبعا، كتاب مميز جميل جدا، ادخلوا اتفرجوا عليه، وادخلوا اتفرجوا، هتدخلوا على القناه هتلاقوا كتب خارجيه تاني في اللغه الانجليزيه وجميع المواد، عشان نقدر نقارن الكتب ببعضها، ويا رب الكتاب يعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، قناه ماما وزياد التعليميه.